قلبي بالذكر يحيا ويدوم له السرور والرضا في القلب أحيا طمأنة في الصدور والصلاة على محمد أنارت للقلب نور نور خير الخلق فينا كأمواج البحور. قلت ولا بد أيضا، ده مولانا الشيخ ابن عجيبة في شرحه على ابن البنا السرقسطي يقول: قلت ولا بد أيضا للعالم من التحقق بالإنصاف. الشيخ ابن عجيبة يقول أيضا إيه، أهل الطريق مش بس، أي ليس أهل الطريق فقط بل العالم، لأن كان في أزمنة كثيرة مرت على الأمة، فكان العلماء وكأن العلماء قد انصرفوا عن العمل بالعلم وعن الإخلاص فيه، وأغرقوا أنفسهم في المناظرات وفي محاولة كل واحد منهم أن ينصر رأيه أو مذهبه أو منهجه على الآخرين، فكان يتعمق في نصرة رأيه إلى الحد الذي يخرج به عن حد الإنصاف، وهو نوع من الجدل والمجادلة والممارة. ولذلك لما مولانا الشيخ أبو حامد الغزالي كتب كتابه إحياء علوم الدين الذي العلماء اعتبروا الإمام الغزالي مجدد المئة الخامسة، الإمام الشافعي مجدد المئة الثانية، إن الله يبعث على رأس كل مئة سنة من يجدد لهذه الأمة دينها، قالوا أبو حامد الغزالي مجدد المئة الخامسة، أن أبو حامد الغزالي رأى أن العلماء قد أغرقوا أنفسهم في ذلك، فقال ليس هذا هو العلم الذي قصده سبحانه وتعالى في قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ليس هذا هو العلم الذي قصده سبحانه وتعالى، ليس هذا هو العلم الذي يحصل به الحذر والخوف والخشية من الله، بل هو العلم الذي يحصل به التكبر والمباهاة والانتصار على الخصم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالخشية هي أساس العلم. وقال أنس رضي الله عنه: فمن لم يخشى الله فليس بعالم. قال ابن عجيبة رضي الله عنه: قلت ولا بد أيضا للعالم من التحقق بالإنصاف ليرجع للحق أينما ظهر. العالم لا يتعمق ولا يغالي ولا ينصر رأيه، لابد من العودة كلما بان له ذلك دون أن يبحث عن نصرة رأيه. ولذلك أظن كان أحد الخلفاء العدول ودخل عليه أحد العلماء، كان قد ذهب إلى أمر أو أصدر قرار بأمر من الأمور، فدخل عليه أحد العلماء وبين له خطأ هذا الذي ذهب إليه الخليفة، فرجع عن رأيه. فلما خرج العالم قالوا الحاشية التي حوله: أسوأ شيء على الحاكم أو الرئيس أو القائد في أي مكان أيا كانت مستوى هذه القيادة هم الحاشية. ولذلك بطانة السوء دي من أخطر الأمور على حاكم وعلى أمة، وبطانة الخير من توفيق الله تعالى للحاكم وللأمة. فقالوا له الحاشية، قالت له: يا أمير المؤمنين، أترجو عن رأيك من أجل هذا؟ أتعود وترجع عن رأيك من أجل هذا؟ قال: أرجع وأكون ذيلا في الحق على ألا أبقى وأكون رأسا للباطل. أرجع عن رأي وأبقى ذيل في الحق الحمد لله على ألا أصر على الخطأ وأكون رأسا للباطل. نسأل الله العفو والعافية.
فالعلماء أو العالم لابد له من التحقق بالإنصاف ليرجع إلى الحق أينما ظهر. وقد قالوا: إذا أخطأ العالم أصيبت مقاتله. في بعض أخطاء في الكتابة يعني صلى الله مكتوب عندك لا أصيبت مقاتله، إذا أخطأ العالم أصيبت مقاتله، يعني لا حذف، نعم تشيل لا دي، إذا أخطأ العالم أصيبت مقاتله، يعني أصيب في المقاتل في مقتل. والحق هي الكلمة في الحقيقة الله أعلى وأعلم، إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله، يعني صحتها هكذا الرواية، ها مكتوبة هنا عندك كده يبقى مظبوط، يبقى في صح في إيه في النسخة دي، ها؟ إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله، ثلثي العلم فيه لا أدري، ثلثي العلم فيه إيه؟ ها. والإمام مالك رضي الله عنه سئل في 40 مسألة أجاب في 38 منها لا أدري، ده عالم مش يهجم على العلم ويتجرأ على العلم. وقد انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وترك من ورائه آلاف من صحابته الأبرار الأخيار، كلهم علماء بالله فقهاء عن الله، ولم يتصدروا للإفتاء منهم، لم يتصدر لبيان الأحكام منهم إلا بضعة قليلة لا تتعدى أصابع اليدين، لعلمهم بجلال الله وعظمة الله وقدر الله وقدر أحكامه. فمن عرف قدر الله لا يتجرأ على حكمه. والمفتي أي الذي يفتي في الحكم بين الله وبين عباده فلينظر فيما يدخل، يعني انت ايه حطيت نفسك بين ربنا وبين عباده، فخلي بالك انت داخل فين. وكان عبد الرحمن بن ابي ليلى يقول: والله لقد ادركت في مسجد رسول الله هذا 120 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يأتي الرجل احدهم يستفتيه في المسألة فيحيله إلى صاحبه وصاحبه إلى صاحبه وصاحبه إلى صاحبه حتى يعود إلى أولهم مرة أخرى خشية من أن يفتي في دين الله وهم علماء. وكان عمر إذا جاءه الرجل يستفتيه يقول: كفى بابن الخطاب ذنبا، دعها في عنق الأمير اللي هو أبو بكر، دعها في عنق الأمير، كفاية ذنوب، أنا لا أتجرأ على الحكم. بقى عمر الخليفة الراشد لأنه عالم بقدر الله عز وجل. وكان الشيخ عبد العزيز المهدي رضي الله عنه إذا سئل عن شيء لا يدريه يقول: لا أدري، وإذا سئل عن شيء يدريه يقول: أحب أن أسمعه من غيري. وقال الشيخ زروق رضي الله عنه: ومن عجيب ما سمع في ذلك أن ابن الحاج رضي الله عنه، ابن الحاج له كتاب اسمه المدخل معروف يعدونه في المغرب كإحياء علوم الدين للغزالي، أن ابن الحاج حكى في مدخله، مدخله هو كتاب المدخل هذا، أنه لما طلب في مدخله أنه لما طلب شيخ لما طلب شيخه ابن أبي جمرة رضي الله عنه في أن يقرأ عليه قال له، يعني الشيخ ابن الحاج لما طلب ابن أبي جمرة رضي الله عنه في أن يقرأ عليه قال له: وتترك القضاة والأكابر الذين كنت تقرأ عليهم وتقرأ علي، يعني هو مش شايف نفسه أهل بابن أبي جمرة، مش شايف نفسه أهل، ها؟ يعني ابن أبي جمرة اللي اختصر البخاري وشرحه شرح صوفي، في نهاية الكتاب ده عمل كتاب كده صغير اسمه المرائي الحسان، حكى فيه عن كثير من المرائي، مش فاكر 100 رؤية أو أقل أو أكثر، مما رآه أو رؤي له في
فضل بهجة النفوس، الكتاب اللي هو لما اختصر البخاري وشرحه شرح صوفي، أو في ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليه وغير ذلك، وابن عطاء الله ممن رأى ذلك لابن أبي جمرة، وفي رؤية لابن عطاء الله أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عطاء الله صاحب الحكم، يقول له: أين أنت فيما معناه، لأني لا أتذكر جيدا الآن، من العارفين أو من سلطان العارفين؟ قال: من يا رسول الله؟ قال: ابن أبي جمرة لا يقف على قبره شقي. فابن أبي جمرة بيقول له: تقرأ علي، تسيب القضاة والعلماء وتقرأ علي؟ زي أحد الأكابر لا أذكر اسمه يقول: دخلوا عليه فوجدوه في ركن داره ممسكا بلحيته وهو يبكي، فقالوا له: ما دهاك؟ قال: اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت الساعة وانشق، قالوا: لما؟ قال: استفتيت اليوم، أمثلي يستفتى؟ ده جم بيسألوا اللي زي النهاردة، أمثلي يستفتى؟ يبقى خلاص الساعة قربت. فابن أبي جمرة بيقول له، بيقول شيخه بقى، بيقول له: فلما طلب شيخه من ابن أبي جمرة، حكى ابن الحاج في مدخله أنه لما طلب شيخه ابن أبي جمرة رضي الله عنه في أن يقرأ عليه، قال له: وتترك القضاة والأكابر الذين كنت تقرأ عليهم وتقرأ علي؟ فقال: عزمت، هو شيء العكس شيخه يعني، فقال: عزمت. قال له: أنا عزمت أن أنا أقرأ عليه. قال له: استخر لله. قال: استخرت. قال له: استخرت. ثم جئت الغد، من الغد يعني، جاله تاني يوم، فقال: عزمت. قلت: نعم. قال: طيب، أنت عزمت تقرأ؟ أنا. قال: لا يخطر على بالك أنك جلست بين يدي عالم ولا إلى عالم وأنت متعلم، أنك قاعد قدام عالم وأنك أنت متعلم، ولكن قوم، لكن إحنا قعدنا مع بعض، ولكن قوم اجتمعنا لطلب أحكام الله عشان نعرف أحكام الله، فإن وجدنا الحق على لسان صبي من صبيان المكتب اتبعناه. لو لقينا الحق على لسان صبي من اللي بيقرأ في الكتاب نتبعه. قلت: فهذا الأمر الذي كان عليه سلف هذه الأمة، وإلى لما صح مخالفة متأخرهم لمتقدمهم، والله أعلم. ثم المنصف هو الذي لا يبالي، كان شيخا أو تلميذا أو عالما أو متعلما، ظهر الحق على لسانه أو لسان غيره. إيه لزومه بالإنصاف؟ لازم الإنصاف، لأنه مقصوده دون ما سواه، وقليل ما هم واحتكموا بالعدل والإنصاف، فواردوا كل معين إنصاف. طالما احتكموا بالعدل والإنصاف فمن الطبيعي أن يردوا كل معين إنصاف من العلوم. قد علم كل أناس مشربهم، لأن هذا العلم ليس علم دليل وبرهان، إنما هو علم ذوق ووجدان، كما قالوا: إن هذا العلم لا يؤخذ من الأوراق ولكن من صحبة أهل الأذواق. فواردوا كل معين إنصاف. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قلبي بالذكر يحيا ويدوم له السرور، والرضا في القلب أحيا طمأنة.